كازا خصها شويه ديال الاصلاح والنظافه وطرقان يعرضوا ليها والمشكل فيها هو لا سيركيلاسيون وخصها شويه ديال الاصلاح. كاينين بعض الباتيمات اللي مسخين وكاين بعض الشوارع اللي مسخين والطوبيسات خصهم يتعاودوا راه هما مكرفصين الناس ما عندهم لا جاج لا والو. الاغلبيه هذوك ديال اللي كيمشيو لجهه البرنوصي وجهه سيدي مومان بزاف الطوبيسات بزاف مكرفصين وخصها شويه ديال الاصلاح. راه الباطيمات ديال وسط المدينه راه كلهم مسخين يشوفوهم راه هما كاع الباطيمات القدام كلشي توسخ خصها شويه ديال الاصلاح مزيان وخصها ارسل جروالي هو ان شاء الله في كازا وما يطيحش اخطاء سابقه. خاصة بزاف تحسينات خاصة ترونسبور خاصة ما بزاف ما عرفتش كيفاش غادي والله ما عرفتش نقول خاص ترونسبور حيت ترونسبور هو المهم. ما كانش ترونسبور ما كتكوني جايه من شي بلاصه يعني باغا توصلي بكري ما كتوصليش بكري كيكون عنقله في الطريق ما كتقدريش يعني بحال دابا يعني ساعتين باش كتوصلي لهذاك البلاصه اللي باغا تمشي لها كتعطلي. بحال دابا انا من جايه من المحمديه ياك عندي رونديفو خاصني نكون انا وصلت ل 11 يعني ما مشى ليا كلشي. يمكن نقول ليه بلي خصنا يوجد لنا شي ملاعب كثر فاش لقاو اللعبه هذا بزاف ديال الحوايج خاص في الدار البيضاء. خاصو يصاوب خاصنا دي تيغان فيغ وهي حاجه اساسيه واحد الحاجه اللي كنفتقدوا بها بزاف كيف ما كتشوف هنا بعدا عندنا اشجار قليله خاصنا دي تيغان فيغ باش الشعب يتنفس. خاصنا اوسي دي تيغان دو جو بنادم ما كاينش فين تلعب تلعب في التروطوار يسد عليك راسك انت باغي تنعس مع جوج الليل الدراري تيغوتو تفرعي لك راسك وصافي. هادشي اللي كنطلب من والد الدار البيضاء. اقل حاجه واسهل حاجه اللي خاصه لي طواليت بعدا ما كاينينش كاع في لي بولفار كله لي طواليت ما كاينينش فين يلعبوا الدراري ما كاينينش ولا عيل الزحامات هو الله يعاونه ويخدم معقول والحاشيه اللي دايره به تكون زوينه الله يكمل بخير. صراحه كنشوف الشباب هنايا اللي في كازا خاصو عارفين يخدم يعني الشباب هو اللي خاصو يتحركوا به شويه ويزيدوا به شويه القدام ماشي اللي بان ليا يعني شحال بنادم تخرج وداك الشيء ولكن بطاله او الشوماج وصافي. هي الرساله اللي نوصلها للوالي انه يخدم بالذمه ديالو. يعني الحضور ديال الوالي الجديد في الدار البيضاء مدينه الدار البيضاء الان كنشوفوها انها جد واسخه بريميرمون كنشوفوا مشكل ديال لي باركينغ كنشوفوا يعني عده اشياء اللي هي غير مقبوله. على سبيل المثال الى الكاميرا دارت وشفت موراها واحد لا سالتي واحد لا بوبيل راها كاينه تما يعني جوسكا كون حنا ما عندنا لنا والي يلاه جا عندنا جديد ما عندنا ما نقولوا ليه ما عندنا ما نقولوا ليه صوب لي لا ولا ما نصوبوا ليه. لا اله الا الله محمد رسول الله هو غادي يعرف اش يخرج ويتسارى في الدار البيضاء ويعرف اشنو كاين ويؤدي الواجب ديالو. انا كنطلب من الوالي يهتم بالاسبور ويقنن لي جو فيديو وينقص من لي زومبوتياج يديروا بزاف ديال لي زوتي ديال الترونسبور بحال من غير الترام يديروا داك الترام الميترو يديروا الميترو يزيدوا في لي فوا ديال التراموي ووزارات وزارة العدل ما يبقاش داكشي ديال الرشوة وكوربسيون صافي ويهتموا بالرياضة أكثر والمدارس العمومية يزيدوهم ويهتموا حتى بالهوامش ديال المدينة ينقصوا من البيدون فيل. أول حاجة يمشي ليها التعليم التعليم في المغرب كامل ضعيف بزاف وكنشوفوا الوجهيات وشحال من حاجه خايبه كتلقى واحد جايب واحد لانوت مزيانه مثلا وكتمشي ليه بلاصه في واحد ليكول سوبيريور على قبل واحد دافع فلوس ولا هادي فداك لو جون كيدمر فهمتي كيمشي كينحارف كيدير شحال من حاجه خايبه. داكشي علاش خصهم اول حاجه يشوفوها هي التعليم ويشوفوا لي جون بشكل عام يديروا لهم فضاءات فين يفرغوا ديك الطاقات اللي عندهم فين
فين فهمتي يستقلوا المواهب اللي عندهم وهذه كيفاش لو جون يتعلم كيفاش يديباراسي راسو هو يتعامل مع المجتمع فهمتي ما يبقاش معول على والديه ولا على فهمتي بغيت نقول لك على الزبل كاين الزبل بزاف ديال الحوايج ما نعاودش لك على دوك اصحاب الخضره وداك الشيء شادين لنا الطريق هذوك ديال بصح ما نكذبش عليك والدنيا تنقى على حساب السياحه وداك الشيء باش تشجعوا السياحه وداك الشيء بغينا التغيير اختي التغيير الله يعاونك